أعلنت مديرية الجمارك في إقليم كردستان أن الإقليم سيسلم الحكومة الاتحادية نسبة 50% من واردات المنافذ الحدودية في حال توصل طرفين إلى اتفاق بشأن ذلك. وأوضح المدير العام لجمارك الإقليم سامال عبد الرحمن أن تسليم تلك النسبة من واردات المنافذ سيكون أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى التي تسلم الحكومة المركزية نسبة 50% من واردات منافذها التي تقع ضمن حدودها الإدارية، مبينا أن الاتفاق مع بغداد على ملف المنافذ لا يواجه أي عقبات، لأن منافذ الإقليم تعمل بقانون وتعرفة جمركية موحدة، وإن الاتفاق سيضمن المزيد من العمل المشترك بين الجانبين.